المعلومات ينضم إلينا معين درغام مراسل الأخبار من الأقصر. معين، ما هي آخر التطورات الميدانية؟ تحياتي لك ياسمين ولكل المشاهدية الفضائية السورية، تحية إليكم من مدينة القصير. طبعا اليوم تابعت بواسل الجيش العربية السورية عملياتها في تطهير وتمشيط المناطق التي سيطرت عليها. ربما يقولون أنه وقت التمشيط أو التطهير، هذا دليل على مدى المساحة الجغرافية والأماكن التي سيطر عليها الجيش العربي السوري. في البارحة واليوم عمليات التمشيط والتطهير مستمرة، كانت بعض الاشتباكات على بعض المحاور محدودة، وواصل الجيش بالمواقع المقدمة وعلى الخطوط الأمامية مع العصابات المسلحة في القصير تقوم بملاحقتها. أيضا كما ذكرت، بواسل الجيش تقوم لليوم الثاني بعمليات التطهير التي تحتاج إلى أيام وأيام، وهذا يدل على مدى سيطرة الجيش العربي السوري على أجزاء كبيرة من مدينة القصير. أيضا فقد دمرت عدد من أوكار ومقرات الإرهابيين وقضت على عدد من أفرادها، كما ضبطت معملا لتصنيع العبوات الناتفة ويحتوي بداخله على مواد أولية وعدد من العبوات الجاهزة للتفجير. وكما لاحظنا بعض المنازل يقوم بتفخيخها الإرهابيون لمنع الجيش من التقدم، ولكن بواسل الجيش تقوم نفذت عدة عمليات نوعية في الحارة الشمالية والوسطى. واليوم كما تابعنا جالت كاميرا المركز الإخباري في عدد من الشوارع والأبنية السكنية في مدينة القصير، ورصدت مدى حجم التخريب الذي أحدثته المجموعات الإرهابية. ونكذب ما جاء على قنوات التضليل بأن الجيش العربي السوري لم يتقدم في القصير، يعني حتى بالكذب ما يعرفوا يضبطوا الكذب. يعني هذه الصور تؤكد مدى سيطرة الجيش العربي السوري على مواقع عامة من مدينة القصير. ها هي منطقة المقبرة، أجهزة البريد التي تقع إلى غرب وسط المدينة، كل هذا يؤكد على مدى بسالة الجيش العربي السوري في ملاحقة الإرهابيين. إذن معنويات أيضا عالية للجيش في ملاحقة الإرهابيين، وأكد لنا اليوم كل الجنود الموجودين في القصير بأنهم ينادون أهالي مدينة القصير الشرفاء بأنها أيام بإذن الله. معين درغام مراسل الأخبار الحربي، شكرا جزيلا لك. في